حلقة جديدة من الرأي الحر ونبدأها بالعناوين. في الساعة الأولى في فلسطين تقرير إسرائيلي يعترف بالإخفاق والفشل ويقر بشجاعة الأسرى. نتساءل عن الدروس والعبر وهل انتصر الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال. أما في الساعة الثانية فنتحدث عن المغرب بعد الهزيمة المفاجئة، ما مصير حزب العدالة والتنمية؟ أهلا بكم. سلطت صحيفة عبرية الضوء على جرأة الأسرى الفلسطينيين كاشفة عن محاولات مثيرة لهم من داخل السجون الإسرائيلية. وأوضحتها آرتس أنه بعد محاولة هرب أسرى الجهاد من سجن جلبوع في عام 2014 جلس أحد كبار رجال مصلحة السجون وجها لوجه للتحدث مع مخطط العملية الأسير محمود العارضة. وأوضح الضابط السابق في مصلحة السجون أن العارضة قال له: نحن اتخذنا قرارا تنظيميا بالتحرر من السجن وهذا ما سيحدث. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الأسير محمود العارضة يقضي حكما بالمؤبد منذ عام 1996 بسبب مشاركته في قتل جند إسرائيلي، وهو شخص ذكي ودقيق بحسب وصف مصدر فلسطيني يعرفه. لقد اتخذ قراره ويريد أن يكون إنسانا حرا وذهب حتى النهاية، وكان على استعداد لأن يدفع حياته ثمنا لذلك. ولفتت الصحيفة إلى أن 8% من إجمالي الأسرى الفلسطينيين ينتمون لحركة الجهاد، 400 أسير من إجمالي 4500، ولكن سلطات الاحتلال تجد صعوبة كبيرة في السيطرة عليهم. ونبهت هآرتس إلى أنه بسبب الصعوبة الاستخباراتية والخوف من أن يصبحوا قوة مساومة مع قيادة السجون، قررت مصلحة السجون الإسرائيلية ألا يتم وضع أسرى الجهاد في قسم خاص بهم، وتم توزيعهم على السجون في محاولة للحصول منهم على بعض المعلومات. وقال مصدر كبير في مصلحة السجون: الحديث يدور عن تنظيم مغلق ونواة يصعب كسرها من ناحية استخباراتية، معتبرا أن أسرى حركة الجهاد هم الأخطر، مؤكدا أن الجرأة لديهم هستيرية حتى يذهبون حتى النهاية مع محاولاتهم للتحرر. هذه الأمور وجدت تعبيرها في محاولاتهم عام 2018 إدخال 60 هاتفا محمولا إلى داخل سجن نفحة بواسطة طائرة مسيرة. وهذه الحادثة تكررت مؤخرا في سجن جلبوع بعملية محكمة. حاول الأسرى مرة أخرى أن يدخلوا بواسطة طائرة مسيرة هواتف محمولة وساعات ذكية. وأفادت الصحيفة بأن قرار مصلحة السجون توزيع أسرى الجهاد على باقي السجون بعد عملية جلبوع تسبب بحالة من التوتر داخل السجون وإحراق بعض الغرف من قبل الأسرى، منوهة إلى أن غضب الأسرى الآن موجه نحو إدارة مصلحة السجون التي تقوم بعقاب الأسرى بشكل جماعي، حيث منعت زيارات العائلات وقللت عدد ساعات الفورة من 4 ساعات إلى 1 فقط، إضافة لمنعهم من العلاج والشراء من الكانتين. وذكرت هآرتس أن الأسرى يديرون حياتهم تقريبا بشكل مستقل داخل السجون. السجانون يمنعونهم من دخول أقسامهم إلا بعد تبليغ مسبق، وهم يشكلون قوة مساومة مهمة مع إدارة السجن لأنهم يتواجدون معا. وقرار قيادة الأسرى البدء بالإضراب عن الطعام على سبيل المثال يلزم جميع الأسرى، إضافة لتأثيرهم على الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة. وتابعت الصحيفة العبرية قولها: يقومون بتعيين قائد لكل قسم يتولى مهمة المتحدث بلسانهم، وهو الوحيد الذي يتعامل مع مصلحة السجون في كل ما يتعلق بظروف سجنهم، منوهة إلى أنه منذ عملية جلبوع التي قام بها الأسرى الستة تم تقليص ظروف السجناء بشكل كبير، والذين ينتظرون رؤية نهاية عملية الأسرى الستة عليهم أن يدركوا أن نهاية عنيفة يمكن أن تؤدي لمواجهات عنيفة داخل السجون.
وفي أحدث تفاصيل عملية نفق سجن الحرية أو سجن جلبوع، قال مسؤول كبير في جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي أن حارس النوبة الليلية في السجن كان يشاهد التلفاز ولم ينتبه لتوثيق فرار الأسرى الفلسطينيين الستة الذين رصدتهم الكاميرات، كما لم ينتبه للإنذار الذي فعل أثناء خروج الأسرى من النفق حسبما نقل عنه موقع ولا الإلكتروني. أضاف الموقع الإسرائيلي أنه قبل عدة أيام من فرار الأسرى شكى أسرى آخرون أمام السجانين من وجود رمل في عيونهم، وتبين وجود رمل في حاويات النفايات الخضراء داخل السجن، وأن عامل النظافة أبلغ عددا من السجانين بالأمر، والسجانين قالوا له كل شيء حسن دعنا نعمل. فلسطين إذن في هذه الساعة، نضال الأسرى داخل السجون يدهش المحتل ويجبره على الاعتراف بالفشل في التعامل معه. فهل انتصر الأسرى داخل السجون على سجانيهم أم لا زالت المعركة مستمرة؟ وهل فشلت السجون الإسرائيلية المحكمة في كسر إرادة الأسرى رغم عشرات السنين خلف القضبان؟ أمام هذا الصمود الكبير للأسرى الفلسطينيين نتساءل، كيف نجح الأسرى الفلسطينيون في بث الأمل في نفوسهم والتغلب على إجراءات المحتل القمعية؟ إذن هذه مجموعة من الأسئلة في هذه الساعة، ونفتح المجال بالتأكيد لاتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الهاتف وعبر رسائل الواتساب. يمكنكم المشاركة عبر الأرقام التي ستظهر أمامكم الآن على الشاشة، ولكن أرحب بضيفي الآن عبر الهاتف من قطاع غزة الدكتور رياض الأشقر، المدير الإعلامي لمركز فلسطين لدراسات الأسرى. أهلا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. كيف قرأت ما جاء في تقرير هآرتس؟ نعم، يعني بداية أود أن أؤكد بأننا لا نأخذ كل ما يأتي في إعلام الاحتلال على محمل الحقيقة، لأن الاحتلال له مرامي سياسية وأمنية في بعض المعلومات التي ينشرها فيما يتعلق بالأسرى وأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال. هناك مرامي أمنية بحيث أن الاحتلال يريد أن يعرف معلومات وما هي ردة الفعل على المعلومات التي ينشرها عبر إعلامه، وكذلك يعني مرامي أمنية بمعنى تشكيل ضغط على الرأي العام داخل إسرائيل ليبقى ضاغط على الحكومة السياسية لتنفيذ مزيد من القمع والإرهاب والتنكيل بحق الأسرى. وما شاهدناه من هجمة إعلامية على حكومة الاحتلال وإدارة السجون بعد حادث تحرير الأسرى الستة أنفسهم من سجن جلبوع خير دليل على هذا الكلام. كان هناك هجمة شرسة وقوية من قبل إعلام الاحتلال على حكومة الاحتلال وعلى إدارة السجون تطالبها بمزيد من القمع، وأنهم يتساهلون مع الأسرى وأنهم يوفرون خدمات متزايدة للأسرى، وهذا الأمر أدى إلى تسهيل عملية هروب الأسرى الستة. لذلك شدد الاحتلال بعد هذه العملية من إجراءاته القمعية بحق الأسرى بشكل متزايد. لذلك نحن حذرين جدا في التعاطي بما يصدر عن وسائل إعلام الاحتلال فيما يتعلق بالحديث عن الأسرى وأوضاع الأسرى وعن العملية البطولية التي نفذها ستة من الأسرى قبل عدة أيام، وأعيد اعتقال أربعة منهم بينما لا يزال اثنين يعني طلقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة لهم وأن يتمكنوا من الوصول إلى مكان آمن. طيب. ولكن بشكل عام بكل تأكيد نحن يعني نفتخر جدا عندما يعني نجد أن الاحتلال بالفعل يخشى من الأسرى وهم مقيدين وهم محرومين من حريتهم، وهم لا يملكون سوى إرادتهم وكرامتهم داخل سجون الاحتلال، ولا يملكون أي من وسائل القوة، ولكن الاحتلال بالرغم من ذلك يخشى من فورة هؤلاء الأسرى داخل السجون ويعمل حسابا كبيرا لهؤلاء الأسرى داخل السجون. لذلك نجده دائما ما يسعى إلى تهدئة الأوضاع عندما يعلن الأسرى على البرامج التصعيدية داخل سجون الاحتلال، نجد أن الإدارة تبادر بالاجتماع مع قيادة الحركة الأسيرة والطلب منهم تهدئة الخواطر وتهدئة الأوضاع، وأنها ستنظر في الطلبات التي يعني يقدمها الأسرى من أجل ألا يحدث تصعيد داخل سجون الاحتلال. للعلم إدارة السجون لا تسعى إلى التصعيد داخل سجون الاحتلال، هي آخر ما ترغب به التصعيد داخل سجون الاحتلال، ولكنها في نفس الوقت لا تستسلم لإرادة الأسرى
وتخشى من فرض الأسرى إرادتهم على إرادة الاحتلال، لذلك غالبا ما يواجهون هذا الأمر بمزيد من عمليات القمع والتنكيل في محاولة لترميم سياسة الردع التي يطبقها الاحتلال مع الأسرى، ولكن غالبا هذه المواجهات تفشل وتحقق انتصار لصالح الأسرى الذين غالبا ما يحققوا كل مطالبهم في هذه المواجهات أو غالبية هذه المطالب، وسرعان ما تتراجع إدارة مصلحة السجون مقابل عزيمة الأسرى وقوة الأسرى وإصرار الأسرى ووحدة الأسرى أيضا، وهذا يعني أمر مهم جدا ونقطة مهمة جدا هي وحدة الأسرى داخل السجون وكونهم طيب يعني بالحديث عن وحدة الأسرى دكتور رياض، هارتس نعم. أفردت مساحة كبيرة في هذا التقرير للحديث عن أسرى حركة الجهاد الإسلامي تحديدا، ويعني أفردت مساحة كبيرة للحديث عن تنظيم أسرى الجهاد وكأنهم تنظيم كامل داخل السجن وكل زنزانة لديها متحدث باسمها. لماذا يعني تفردها أرتس مساحة كهذه للحديث عن أسرى الجهاد تحديدا؟ نعم، يعني التنظيمات داخل سجون الاحتلال كلها متشابهة وكلها يعني لديها هيكليات ولديها مسؤولين ولديها يعني برامج ثقافية وبرامج سياسية، كل التنظيمات بهذا يعني يستغلوا فترة اعتقال الأسرى لفترات طويلة في بعض الأحيان في تطوير أنفسهم والاستفادة من فترة الاعتقال في التزود بوسائل المطالعة وتمكين أنفسهم من الحصول على بعض الدورات، وبعضهم من أنهى شهادة البكالوريوس والماجستير وحتى الدكتوراه حصلوا عليها من داخل السجون. فتقريبا البنية التنظيمية للفصائل جميعها داخل السجون هي يعني واحدة أو متقاربة من بعضها البعض، ولكن الاحتلال يحاول الآن الاستفراد بأسرى حركة الجهاد الإسلامي وحل التنظيم بعد أن اتهم التنظيم بأنه يقف خلف عملية هروب الأسرى الستة، لأن خمسة منهم ينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي. لذلك اتخذ الاحتلال قرار بعد ساعات من نجاح هذه العملية بحل تنظيم الجهاد الإسلامي داخل السجون وتوزيع كل أفراده على السجون وعلى أقسام وعلى غرف التنظيمات الأخرى، لكي لا يبقى هذا التنظيم له هيكل مستقل ومنفرد داخل السجون، لأن واقع التنظيمات داخل السجون الآن كل تنظيم له أقسام بعينها لا يختلط مع الأسرى الآخرين إلا في الساحات العامة، بمعنى أن مثلا قسم ثلاثة في سجن جلبوع هو معروف لأسرى حركة الجهاد الإسلامي، قسم أربعة هو معروف لأسرى حركة حماس، وهكذا كل تنظيم في كل السجون لديه أقسام خاصة به يختلط بباقي الأسرى وله علاقات جيدة مع باقي الأسرى من التنظيمات الأخرى، ولكن في الوضع المعيشي واستقلالية الغرف هناك أقسام خاصة لكل تنظيم. الآن الاحتلال لا يريد لحركة الجهاد الإسلامي أن تبقى على هذه الهيئة كما كانت، لذلك أخذ قرار بحل هذا التنظيم، لذلك يحتاج إلى تهييج الرأي العام ضد أسرى الجهاد الإسلامي. لذلك هو بدأ منذ اليوم الأول لهذه الحادثة بالحديث عن أسرى الجهاد وبدأ يضخم في 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 إمكانياتهم داخل السجون وفي تعاملهم العنيف مع السجنين ومحاولة العديد منهم الهروب خلال سنوات سابقة. كل هذا يعني ليجد الاحتلال نفسه مبررا وشماعة ليستمر في هجومه ويستمر في انتهاكاته واعتداءاته على أسرى الجهاد، وتطبيق حل التنظيم بالفعل داخل السجون لينهي تنظيم الجهاد داخل السجون الإسلامي، الأمر الذي رفضه الأسرى بشكل كامل وقالوا لن نسمح بالاستفراد بتنظيم الجهاد الإسلامي، لأنه يعني إذا استفرد الاحتلال اليوم إذا سمح له بالاستفراد بالجهاد الإسلامي فإنه سيستفرد بتنظيم حماس بعد ذلك ومن ثم فتح ومن ثم الجبهة الشعبية وهكذا. لذلك الأسرى أخذوا قرار موحد بعدم السماح لإدارة السجون بحل تنظيم الجهاد الإسلامي وتوزيع أسراه مهما كلف هذا الأمر من تضحيات. وبالفعل يعني هناك برنامج تصعيدي يعد الآن داخل سجون الاحتلال سيطبق نهاية هذا الأسبوع أو سيبدأ نهاية هذا الأسبوع بتدريجي في حال لم تتراجع إدارة السجون. واليوم كان هناك مؤتمر صحفي قوي جدا في غزة أعلن الأسرى من خلاله عبر مؤتمر صحفي بأن مدير سجن جلبوع ورئيس الأمن في سجن جلبوع وأسموهم بالاسم وآخرين من ضباط الأمن في هذا السجن أنهم مستهدفون
بشكل مباشر من قبل الأسرة، وأنه في حال يعني عثر الأسرة عليهم في أحد ممرات السجن أو أحد ساحات السجن سيقوموا يعني بمباشرة بمحاولة قتلهم لو لزم الأمر. هذا كان تهديد جريء جدا وصريح جدا من قبل الأسرة هذا بعصر هذا اليوم إلى يعني هؤلاء الضباط. هذا الأمر سيؤدي إلى يعني زلزال حقيقي لدى قادة ألا يزيد هذا عفوا دكتور، ألا يزيد هذا التصريح أو الحديث أن الأسرة يمكن أن يقتلوا مدير السجن أو بعض الضباط الإسرائيليين، ألا يزيد من الضغوط والصعوبات التي يقوم بها الاحتلال من تنكيل وتعذيب واعتداءات على الأسرى داخل السجون؟ لا، تجربة الأسرى مع هذه التصعيدات داخل السجون يعني غالبا ما تكون ناجحة وتؤتي ثمارها، بحيث أن الإدارة تتراجع عندما يعلموا بأن الأسرى يعني دخلوا في مرحلة صعبة ومرحلة عدم العودة وعدم النظر إلى الخلف، وأنهم ماضون في تنفيذ يعني طموحاتهم مهما كلف الأمر. هم يدركون أن الأسرى وخاصة الأسرى المؤبدات يعني الذين يحكمون بالسجن المؤبد ليس لديهم ما يخسروه، وهذه النقطة تحديدا هي ما تخيف إدارة سجون الاحتلال، لأن هناك احتكاك مباشر ما بين الأسرى وبين السجانين خلال عملية إدخال الطعام وإخراج الأسرى إلى الفورة وعملية التنقلات وخروج الأسرى من غرفة إلى غرفة. هناك احتكاك مباشر، الاحتلال لا يريد أن يناصب الأسرى العداء داخل السجون لأنه يخشى من عمليات انتقامية داخل السجون، كما جرى قبل يومين عندما رش الأسير مالك حامد الماء الساخن على أحد الضباط في السجن. يخشى الاحتلال من تكرار هذا العمل، وبشكل أكبر من ذلك قد يؤدي الأمر إلى تنفيذ عمليات طعن داخل السجن بما يملك الأسرى من إمكانات بسيطة، قد يؤدي إلى عمليات صدام مباشر وضرب وحتى قتل لبعض ضباط السجن في حال لزم الأمر، لأن الأسير المؤبد ليس لديه ما لأنه محكوم بالسجن مدى الحياة، وبالتالي مهما ضفت له سنوات بعد ذلك نتيجة العمل الذي سيقوم به ضد ضباط إدارة السجون لا يخشى الأحكام المجزئة لأنه بالفعل هو محكوم بالسجن مدى الحياة. لذلك إدارة السجون عفوا عن المقاطعة دكتور رياض، هارتس تحدثت عن بعض التفاصيل لعملية تحرير الأسرى لأنفسهم، وأيضا أريد أن أسمع تعليق منك على هذه الجملة تحديدا، أن حارس النوبة الليلية في السجن كان يشاهد التلفاز لم ينتبه لتوثيق فرار الأسرى الفلسطينيين الستة الذين رصدتهم الكاميرات، كما لم ينتبه للإنذار الذي فعل أثناء خروج الأسرى من النفق. كيف تعلق على هذا الجزء؟ ما الذي يريد الاحتلال أن يروج له؟ نعم أخي الكريم، يعني الاحتلال حاول أن يصور نفسه خلال سنوات سابقة بأن جنديه لا يقهر، أنهم دولة قوية لا يستطيع أحد أن يهزمها ولا يستطيع أحد أن يفشلها ولا يستطيع أن يعلم عليها كما يقولوا باللغة العامية، ولكن يعني بالفعل الاحتلال هي دولة هشة، وضباطه وجنوده في النهاية هم بشر ينامون ويستيقظون وقد يخفون وقد يفشلون وقد يرتشون في بعض الأحيان، وهذا الأمر جرى في تمرير يعني جو أجهزة اتصال بشكل سري داخل سجون الاحتلال للأسرى عبر السجانين أنفسهم. السجانين يرتشون ويتلقون أموال الأسرى مقابل أن يهربوا جوالات اتصال وأجهزة اتصال إلى الأسرى داخل السجون، وهذا يعني مثبت في تحقيقات إدارة سجون الاحتلال. لذلك من الممكن أن يكون أحد الحراس نائم لأنه مطمئن تماما أن هذا السجن هو سجن محصن، كان يطلق عليه الاحتلال الخزنة الحديدية، بمعنى أنه لا لا لا, لا يوجد حتى في أسوأ كوارث الاحتلال أنه سيتمكن أسير أو أكثر من أسير من أن يحرر نفسه من داخل هذا السجن، نظرا لكمية التحصينات الكبيرة في سجن جلبوع تحديدا. لذلك هذا الحارس هو ينام وهو مطمئن، أو إدارته أو الإدارة المسؤولة عنه أوعت له بأن قبل ذلك عن التحصينات وعن الإمكانيات المشددة، بالتالي هو لا يعتقد أو يمر حتى في خاطره أنه من الممكن أن ينجح حصرا في الهرب،
لذلك هو يمضي يعني ورديته في العمل بشكل روتيني اعتيادي. من الممكن أن يغفو، من الممكن أن يتحدث مع زوجته على سبيل المثال ويبتعد عن نوبة الحراسة، من الممكن أن يتابع كاميرات المراقبة بشكل جيد. كل هذا الأمر قابل للحدوث، يعني لأنه في النهاية هم بشر يعني يخطئون ويصيبون. طيب. ولكن الغطرسة الصهيونية التي يعيشها هذا الاحتلال بأنه قوي وأنه لا يمكن لأحد أن يهزمه، هذا الأمر تحديدا هو نقطة الفشل الذي يعني أثبتت ضعف هذه المنظومة وهشاشة هذه المنظومة الذي داس عليها الأسرى الستة بهذه الطريقة. طيب دكتور، التي يعني تكون شبه مستحيلة. نعم دكتور، هناك رسالة من بوطيب من المغرب يقول لك: نكسة الأسرى تشبه نكسة 67، مصر أعلنت أن الجيش يحاصر تل أبيب وإذا بها نكسة مدمرة، هروب أسرى صاحبه شو إعلامي وشحذ الهمم، وإذا بنا نرجع إلى نقطة الصفر، علينا ألا نبيع جلد الدب قبل اصطياده. تعليق الدكتور. لا أختلف تماما مع هذا الرأي. مجرد تمكن الأسرى من حفر نفق بهذه الطريقة وبإمكانيات يعني معدوم تماما، وفي وجود هذه التحصينات الخيالية من قبل الاحتلال، هذا بحد ذاته هو النجاح. يعني حتى لو يعيد الأسرى، وهذا كان متوقعا، يعني كان متوقعا لهؤلاء الأسرى أن ينجحوا في الخروج والوصول إلى مكان آمن، وكان متوقعا أيضا أن يعاد اعتقالهم مرة أخرى، وكان أيضا متوقعا أن يحصلوا على سلاح وأن يشتبكوا مع الاحتلال في حال حاول الاحتلال اعتقالهم وأن يستشهدوا. كل هذه الخيارات كانت مطروحة، ولكن نقطة النجاح ونقطة الإذلال لهذا الاحتلال فشل منظومته أن يتمكن هؤلاء بقلة الإمكانيات أو انعدام الإمكانيات، أنا أقول سواء كان استخدموا ملعقة أو قطعة حديد أو أي ما استخدموه في عملية الحفر. هذا هو النجاح بعينه، أن اخترقوا هذه المنظومة المحصنة. وكما ذكر تقرير هارس أن الجنود كان بعضهم نائمون وبعضهم لم يتابعوا كاميرات المراقبة لأنهم مطمئنون تماما إلى عدم إمكانية أن يخترق هذا الحصن. وهنا نقطة النجاح لهؤلاء الأسرى، هذه لا تسمى نكسة، العكس تماما. ردة فعل الاحتلال القوية جدا بعد هذا الحادث تؤكد بشكل قاطع أن الاحتلال تلقى صفعة شديدة جدا 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 من قبل هؤلاء، كونه يعني لم يكن يحلم ولو مجرد حلم أن يتمكن هؤلاء حفر هذا النفق والخروج من السجن والابتعاد عن أسوار السجن ولو بعض كيلومترات. فأقول يعني لأهلنا العرب جميعا أن يقفوا خلف هذا الانتصار، لأن هذا الانتصار شحن معنوياتنا جميعا. صحيح كنا نتمنى أن يكتمل هذا الانتصار بوصول الأسرى الستة إلى مكان آمن وأن يفروا إلى الأبد من هذا السجن، ولكن قدر الله كان غالبا أن يعاد اعتقال هؤلاء الأربعة. نسأل الله أن يتمكن الاثنان الآخران من الوصول إلى مكان آمن ليواصلوا طريق المقاومة الذي بدأوه قبل سنوات قبل اعتقالهم. ولكن نقول للعرب بأننا ينحقق انتصارا كبيرا على هذا الاحتلال. طيب بكسر بالحديث عن الانتصارات دكتور، بالحديث عن الانتصارات، هل يمكننا القول أن في الأيام الماضية الأسرى الفلسطينيون من حرروا أنفسهم ومن ظلوا داخل السجون وحتى من أعيد اعتقالهم مرة أخرى قد انتصروا في هذه الجولة على الاحتلال الإسرائيلي؟ نعم بكل تأكيد. ما يقوم به الاحتلال اليوم من عمليات انتقامية للأسرى وعمليات تعذيب وانتهاك نقل جماعية وتعسفية والاعتداء على الأسرى بالضرب كما جرى لقسم ثلاثة في سجن جلبوع الذي نقل إلى سجن شطة 90 أسيرا تعرضوا ليومين كان لعمليات ضرب شديدة جدا حتى أن بعضهم نقل إلى المستشفى. ردة الفعل هذه القمعية من قبل الاحتلال، هذا يعني يعتبر محاولة لترميم الهيبة التي كسرت من هؤلاء الأسرى في محاولة لإظهار النجاح
الذي حقق يحاول الاحتلال أن يوهم شعبه من خلال تعميق التنكيل بالأسرة وتعذيب الأسرة، يريد أن يهدئ الرأي العام الذي يشعر بالفعل بمرارة الفشل بعد نجاح هؤلاء الأسرة ومواد العملية من فرح عام وسعادة عامة في كل العالم، لدى كل أحرار العالم، ليس لدى الشعب الفلسطيني فقط، حيث وجدنا تفاعلا كبيرا جدا مع هذه القضية بين الشعوب العربية وبين أحرار العالم في الدول الأوروبا وحتى إلى أمريكا. اليوم هناك مظاهرات في أمريكا في ثلاث مدن اليوم مناصرة للأسرة وأمام سفارة الاحتلال، كما ذكر تقريركم قبل قليل، بإلقاء مئات الملاعق التي ترمز إلى النصر وإلى أن الأسرة استطاعوا بهذه الملعقة الصغيرة أن يحققوا هذا النصر الكبير على الاحتلال. نقول أن ردة فعل الاحتلال القاسية هي بالفعل يعني تعبير واضح عن هذا الانتصار. هم يحاولوا أن يرمموا هيبتهم مرة أخرى، يحاولوا أن يهربوا إلى الأمام من الفشل الذي منعوا به بعد نجاح هذه العملية بمضاعفة التنكيل والتضييق على الأسرة. ولكن يعني صمود الأسرة وصبر الأسرة وهذا الموقف البطولة الذي أعلنوه اليوم سيؤدي بكل تأكيد إلى يعني فشل لدى الاحتلال وتراجعه خطوات إلى الوراء. شكرا جزيلا لك من قطاع غزة الدكتور رياض الأشقر المدير الإعلامي لمركز فلسطين لدراسات الأسرة، كنت ضيفي عبر الهاتف. نعود ونطرح سؤال هذه الساعة مرة أخرى، هل انتصر الأسرة في هذه الجولة ضد الكيان الإسرائيلي؟ يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي تظهر أمامكم الآن على الشاشة وأيضا عبر رسائل الواتساب، ونبدأ في قراءة بعض الرسائل. أم عمر من المغرب تقول: على السلطة العميلة في رام الله أن تترك الشعب الفلسطيني يختار من يمثله لتحرير أرضه وعرضه وأسراه والحفاظ على مقاومته بدلا من التنسيق الأمني والمفاوضات العبثية. والله يا أم عمر هو سؤال الحقيقة سؤال مطروح وسؤال يجب أن يطرح الآن، بماذا تشعر السلطة الفلسطينية؟ بماذا يشعر الرئيس محمود عباس؟ وهو الذي لم يستطع أن يوفر ملاذا آمنا أو يساعد الأسرى في إتمام عملية تحريرهم من سجن جلبوع والحفاظ عليهم أحرارا بعيدا عن قبضة الاحتلال. يعني كيف ينام هؤلاء؟ كيف ينام أعضاء ووزراء ورئيس السلطة الفلسطينية قريري الأعين وهناك عدد من الأسرى فروا من سجن جلبوع ولم يجدوا من يدعمهم من هذه السلطة حتى يظلوا أحرارا ويحافظوا على أنفاس الحرية؟ هي السلطة دي بتعمل إيه؟ السلطة دي إيه وظيفتها؟ يعني دورهم إيه في الموضوع في القضية الفلسطينية؟ الناس دي موجودة ليه؟ موجودين في رام الله ليه؟ الرئيس الفلسطيني اسمه رئيس فلسطيني ليه؟ والله يعني حقيقي جه وقت إن إحنا نسأل الأسئلة دي. يعني الناس دي بتعمل إيه؟ بتشتغل لمين أصلا؟ بتشتغل عشان مصلحة مين؟ طب هي سلطة فلسطينية هي بتحكم مين؟ طب هل ما عليهاش واجبات تجاه الناس اللي بتحكمهم تجاه الشعب الفلسطيني؟ طب هم الناس اللي هربوا دول مش من الشعب الفلسطيني؟ فين واجب السلطة ودور السلطة تجاه هؤلاء الأسر؟ ايه اللي محمود عباس عمله؟ يا راجل احنا ما سمعناش تصريح من ساعة ما الأسر خرجوا وتم اعتقالهم، الراجل ما اتكلمش اصلا لا بخير ولا بشر. يعني سمعنا تصريحات بيانات من فصائل المقاومة بيقولوا بيباركوا بيهنوا وبيتحدثوا عن انتصار كبير على الكيان الصهيوني، محمود عباس كان في عالم آخر وكل أعضاء السلطة الفلسطينية الحقيقة. أين هؤلاء؟ ما الذي يفعله هؤلاء؟ ما هو دور هؤلاء في القضية الفلسطينية؟ يعني أنتوا معانا ولا علينا؟ أنتوا مع الشعب الفلسطيني ولا على الشعب الفلسطيني؟ هتحكي لي عن تنسيق أمني؟ الكلام ده كله ملوش أي لازمة ملوش أي قيمة في هذا التوقيت. انت مع الشعب الفلسطيني بتدعم الشعب الفلسطيني بتدعم الأسرة بتدافع عن الأسرة، ضد الشعب الفلسطيني خلاص تنحى ولا يعني يرتبط اسمك باسم السلطة الفلسطينية، ابتعد عن السلطة الفلسطينية واترك الشعب الفلسطيني لنضاله والبحث عن حريته وكرامته. معنا محمد من فرنسا، أهلا بك يا محمد. السلام عليكم يا سيدي أسامة. عليك السلام. يا أخي انظر سياسة إسرائيل أنيقة جدا، دائما تطالب يعني بالدفاع عن نفسها وتطالب وتبين على فشلها لتقول
أنا عندي حقوق الإنسان حتى مع السجناء. أنظر كما قلت، يعني السلطة الفلسطينية في الحقيقة كل شهر تطالب الأمم المتحدة بالتحرير الفلسطيني وحقوق الإنسان، ما سمعناهاش من السلطة الفلسطينية أبدا. يا أخي كلام، يعني وش عندها سلطة في يدها؟ عندها تدعم الاتصالات مع أوروبا مع أمريكا باللي احنا محتلين. أنظر إسرائيل، طب هي أقوى دولة على بالك وتقول أنا في سلامة وأنا أدافع عن نفسي. من يهاجم الآن؟ من منذ الاحتلال من يهاجم على الفلسطين؟ هل الفلسطينيين يهاجمون على إسرائيل أم إسرائيل تهاجم على الفلسطينيين؟ أنظر سياسة عميقة حتى تطلب في المساعدات من الدول يعاونوها على فلسطين. لأن نفهم يخف لو نفهم هذه السياسة، أما الأحكام العرب يفهمون السياسة الإسرائيلية، أما الشعوب يخص الشعوب يفهموا هذه السياسة العميقة الإسرائيلية. كيف حتى دائم ما تقولش أنا عندي قوة وأنا نحكم وأنا كذا، تقول أنا ندافع. هي تدافع عن نفسها لأن السلطة منتخبة من الشعب الإسرائيلي، أما السلطة الفلسطينية لا، ديكتاتورية. شكرا جزيلا لك يا محمد من فرنسا، شكرا جزيلا لك. أبو علي من أمريكا، أهلا بك. ألو أبو علي، أهلا بك. تسمع الدكتور؟ سمعك، أنت على الهواء، تفضل. حبيبي دكتور العزيز، أنا خليني أشرح لك بس عشان نكون أنت، خلينا نكون متفقين على نقطة واحدة. إنه إحنا في عنا في فلسطين، أنا كفلسطيني، إحنا في عنا فلسطينيين زي كيف في عندكم أنتوا في مصر زي السيسويين، في عنا نفس الفصيلة إحنا هاي، وهاي ما إحنا مشكلتنا في فلسطين. أنا لا أنكر أنا فلسطيني، وأنا بقول لك إحنا في عنا خونة ولا أنكر هذا الشيء، وأن زعيمهم الصنم الأكبر اللي هو محمد دحلان اللي هو الأسس الأمن الوقائي. إحنا مشكلتنا بفلسطين الأمن الوقائي أستاذ، يعني أنا بحكي لك أنا كنت خايف على اللي كسروا اللي اغتصبوا حريتهم، ماشي، أنا كنت خايف عليهم من الأمن الوقائي، ما كنت خايف عليهم من إسرائيل، أكون صريح معك. وأنا أقول لك أكون صريح معك أستاذ أسامة، يعني أنا ممكن أنت تنتقدني بهاي النقطة واللي ممكن أنا أحكي فيه، بس أنا بحمد الله إنه إسرائيل اللي مسكتهم مش الأمن الوقائي. لو إنه الأمن الوقائي اللي مسك الأسرى الستة الأربعة كان يمكن إحنا يعني هم ما عاشوا عشان يشوفوا محكمة. بص ما أبو علي، ما هي دي النقطة اللي أنا بتكلم فيها. طيب هم الناس دي وظيفتهم إيه؟ الناس دول بيعملوا إيه أصلاً؟ أستاذي تنسيق أمني، هم بدون إسرائيل رواتبهم تجيهم من إسرائيل. يعني أنا بحكي لك محمود عباس أكبر خائن. أنا بحكي لك أنا فلسطيني وأنا بحكي لك محمود عباس خائن. يعني أنا بجوز، يعني أنت بالبرنامج بشو بينتقدون الأخوان المصريين إني أنا بنتقد السيسي، أنا بحكي عن رئيس الدولة اللي أنا أصلي منها. أنا بحكي لكم محمود عباس أكبر خائن. انت بدي اسالك سؤال استاذ اسامه، يعني فضل. انت ايام ياسر عرفات، يعني انت كنت تشوف مثلا في عمليات تبناها فتح الجهاد الاسلامي، هل انت من يوم ما اخذ ما استلم محمود عباس شفت حدا رمى رصاص على اسرائيل؟ اكبر خائن محمود عباس، خلينا نكون واقعيين. طيب. احنا مش اطفال. بشكرك جدا ابو علي. انتوا متخيلين النقطه اللي ابو علي بيقولها؟ انت متخيل السلطة الفلسطينية بتوصل مواطن فلسطيني انه يقول انا بحمد ربنا ان الاحتلال هو اللي قبض على الاسرة مش الشرطة الفلسطينية او الامن الفلسطيني؟ انت حاول، معلش حاول كده تتخيل معايا المشهد تاني. احنا بنتكلم عن اسرة فلسطينيين محبوسين فين؟ عند الكيان الصهيوني، عند المحتل. جميل، الناس دي قدرت تهرب الحمد لله، ربنا وفقهم، الناس بتدعي لهم، الناس فرحانة. فمواطن فلسطيني قاعد في أمريكا يقول لك أنا بحمد ربنا أن اللي قبض عليهم تاني هو الكيان الإسرائيلي، الكيان الصهيوني، مش السلطة. يعني كان في احتمال أن السلطة هي اللي تقبض عليهم؟ كان في احتمال. حضرتك تخيل؟ كان في احتمال، ده كان احتمال كبير أن هم يقبضوا عليهم. أبو علي بيقول لك لو كانت السلطة الفلسطينية هي اللي قبضت على الأسرة
ما كناش هنعرف أصلا نتقبض عليهم، لأن كان ممكن نصفيهم حاجة كده يعني زي اللي السيسي بيعملها في مصر، اللي هو اختفاء قسري، ده ما شفناهمش، دول ما عندناش، زي اللي السعودية عملتها في جمال خاشقجي كده، ده ما دخلش السفارة أصلا. فلما توصل سلطة فلسطينية شعبها في الداخل وفي الخارج إنه يبقى ظنه في السلطة دي إنها هتعتقل أسرى فروا بحياتهم وأنفسهم وبأرواحهم من الكيان الصهيوني، فتوصلهم إن هم بيقولوا الحمد لله أن الكيان الصهيوني هو اللي اعتقلهم مش السلطة، يعني على هذه السلطة السلام. مرة تانية هقولها، فلترحل هذه السلطة، انتوا قاعدين ليه يا جماعة؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا ايه وظيفتكم؟ يعني اتمنى حد من السلطة يكون بيتفرج علينا ويسمع الكلام ده ويسمع اللي ابو علي قاله، ويعني يحاول الضمير كده لو لسه في شوية ضمير يصحى ويقول له صحيح احنا قاعدين نعمل ايه؟ اذا كان شعبنا شايفنا بالشكل ده طب ما نمشي. ده يعني لو اصلا لسه في بقية من ضمير يعني. طيب محمد من الجزائر، اهلا بك يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك دكتور السلام. أحييكم وأحيي قناتكم وبارك الله فيكم. أستاذي الفاضل، والله والله العظيم صدقني نحن كبار في السن وأنا نبلغ من السن 73 سنة، ولكن حزن نراه حزن قاسم بالله العلي العظيم، إلا بكينا بكاء يعلم به ربي سبحانه وتعالى. وتمنينا أن هذا الشباب ماتوا شهداء ولم يسلمهم ولم تسلمهم السلطة الفلسطينية الخيانة الكبرى، الخيانة العظيمة الذي فعل كما فعل السيسي بالشعب الجزائري، وكما هذا دعا البشر النعجة، ما نقولوش بشر الأسد، هذا نعجة أو معزة أو أي حاجة معذرة مع الألفاظ هذه. فما بالك، وإنما الحمد لله عندنا يقين عند الله سبحانه وتعالى، وإنما كل الحكام العرب بدون استثناء لا استثني منهم عدا قطر والدول الإسلامية وهي تركيا. يا أستاذي الكريم، الحمد لله عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى، عندما قال ربي سبحانه وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. نحن الشعب العربي بأكمله من العراق إلى موريتانيا نعتبر أنفسنا كأننا أكرم الله حيوانات عند سادة يتصرفوا فينا كما يشاء. نعم. بالرغم من إمكانياتنا العربية. شكرا جزيلا لك يا محمد من الجزائر، وضحت الصورة، أشكرك شكرا جزيلا. معنا أبو القعقاع من الدوحة، أهلا بك. مساء الخير يا دكتور. مساء النور دكتور أسامة. والله العظيم يا هذا اللي مسكوا الأربعة اللي يهربوا، إنهم دمروني، دمروا معنوياتي، كسروا مجاديفي. الرجاجيل طال عمرك معهم خيانه، مخيونين، مبيوعين طال عمرك صراحه. طب انت استمعت لمداخله ضيفنا يا ابو القعقاع دكتور رياض الاشقر؟ لان انا يعني نقلت له رساله بوطيب من المغرب في برضه فكره الاحباط والياس والنكسه، فهو قال لا، قال مجرد خروجهم، مجرد تحريرهم لانفسهم هو انتصار يجب على الجميع، يجب على الشعوب العربيه كافه ان تفخر به. أنا والله العظيم أنا ودي أنا زادني شرف، بس احتسرت يوم مسكوا. هذه الحسرة يا أخي تبقى في روحي. أنا والله العظيم هم سووا شيء ما حد سواه، ظاهرين بملاحق يا أخي. بعدين إسرائيل صابها ذعر، قد قلت لك وأنا مشارك معك، بس أنا من حسرتي ومن حبي لهذا الرجال أنهم ما يمسكون، أن الشعب الفلسطيني دافع عنهم، انهم نجوهم يا اخي. هذا معناه مع هذا كلام يرى ومعناي ما معناه يحطمهم. انا ودي انهم ما مسكوا، ودفعت من حلالي ومن عافيتي، اقسم لك بالله. شكرا جزيلا لك يا ابو القعقاع من الدوحه، وضحت الفكره. معنا ابو محمد من فلسطين، اهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور اسامه، في مقابله قبل ما ألقي القبض على الأربعة كانت مع وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي، وعندما سئل إذا تم دخول هؤلاء الأشخاص إلى منطقة السلطة الفلسطينية ماذا تفعلون، قال سيتم إلقاء القبض عليهم. هذا
أشرف العجرمي وزير الأسرة السابق، قالها بمل في على التلفزيون الإسرائيلي سيتم إلقاء القبض عليهم. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، موجود سجن في بيسان، بيسان أقرب على أريحة من الناصر بكثير يا دكتور. ليش اتجهوا نحو الناصر ما اتجهوش نحو الأراضي المحتلة الضفة الغربية؟ سؤال كبير يعني بنسأل، إنه ألا يوجد لهم حاضنة في الضفة الغربية معنى ذلك؟ يعني إيش محير يا دكتور إنه لماذا يعني عشرات الكيلومترات تبعد الناصر عن بيسان؟ يعني أبو محمد قريبية. اللي عايز تقوله إنه هم هربوا من سجن جلبوع من الكيان الصهيوني وأكملوا مشوار الهروب من السلطة الفلسطينية، وذهبوا إلى مناطق لا يستطيع معرفة أي شيء فيها، بينما في الضفة الغربية بتعرف كل الطرق فيها. فليش ذهبوا هناك؟ فهذا سؤال كبير المفروض أننا نسأل أنفسنا. بعدين اللي محبط أنه ألقي القبض عليهم، كلنا كنا متوقعين هذا الحكي أنه يتم ألقي القبض عليهم واستشهادهم. يعني إما بدهم يطلع على الأردن وصعب الوضع، على لبنان برضو صعب جدا، على غزة صعب جدا، وين بدهم يروحوا؟ يعني الطرق مغلقة جدا. شكرا جزيلا لك أبو محمد من فلسطين. والله سؤال مهم جدا، يعني هم ليه صحيح ما راحوش ناحية المناطق اللي فيها السلطة الفلسطينية؟ يعني ده سؤال يمكن يجاوب على كل الأسئلة اللي احنا بنطرحها ويؤكد اللي قاله أبو علي من أمريكا. إذن نتوقف معكم عند أخبار الرأي الحر. البداية من مصر، استمرار حبس الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر. التفاصيل، أجلت اليوم جلسة محاكمة الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر إلى 11 من أكتوبر المقبل. وكانت ابنة الحقوقية هدى عبد المنعم ذكرت أن والدتها وصلت لقاعة المحكمة في سيارة إسعاف نظرا لتدهور ملحوظ في صحتها. ويذكر أن المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم تمثل أحد الأوجه المصرية البارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة ملفات الاختفاء القسري، وكانت قد اعتقلت من منزلها في نوفمبر من عام 2018. وقالت أسرة هدى عبد المنعم إنها تواجه الموت البطيء منذ 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، وأن حالتها الصحية تدهورت بسبب توقف إحدى كليتيها عن العمل والتضرر الأخرى. وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ذكرت أن عائشة خيرت الشاطر هي الأخرى تعيش مأساة إنسانية مستمرة داخل السجن بسبب تدهور صحتها، فضلا عن معاناتها النفسية بسبب حرمانها من رؤية أبنائها عن قرب. يعني لو نثبت الصورة على الشاشة، صورة هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، في آخر الصورة على الشمال عائشة خيرت الشاطر تظهر. اللي ممكن يدخل على جوجل دلوقتي وإحنا مثبتين الصورة ويحاول يكتب كده عائشة خيرت الشاطر ويشوف صورتها قبل اعتقالها وصورتها دلوقتي عاملة إزاي، هيعرف مدى الإجرام اللي بيمارسه عبد الفتاح السيسي ونظامه تجاه المرأة المصرية. لو تشوفوا صورة عائشة بالشكل ده وصورتها قبل ما تدخل، وحتى الأستاذة هدى عبد المنعم صورتها دلوقتي يمكن تقولوا هي بتضحك لأنها أول مرة تشوف ولادها، أول مرة تشوف بناتها وزوجها من سنين يعني في قاعة المحكمة. لكن بصوا على صورة الاثنين، ادخل على جوجل دلوقتي اكتب عائشة خيرت الشاطر أو هدى عبد المنعم وقارن ما بين الصورتين، وتحديدا عائشة، لأن عائشة صورتها كانت مفزعة لأهلها ولكل اللي يعرفها ولكل اللي كانوا عارفينها قبل كده. الحقيقة ده إجرام بيمارسه عبد الفتاح السيسي، ما تقوليش في حق الإخوان، لا، سمي الأمور بمسمياتها، هذا إجرام يمارسه النظام العسكري في مصر ضد المرأة المصرية التي يتشدق بها عبد الفتاح السيسي. الرجل طلع عرفنا كلام عن المرأة المصرية والمرأة المصرية، طب دول مرأة مصرية، ده نموذج للمرأة المصرية المكافحة المناضلة اللي واقفة أمام مبادئها، بتدافع عن مبادئها عن أفكارها، بتضحي من أجل مبادئها وأفكارها. أليست هذه نموذج للمرأة المصرية؟ يعني هذه أم مثالية إذا كانت هدى عبد المنعم أو عائشة خيرت الشاطر. طيب دي صورة هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر قبل الاعتقال، إيه رأيكم؟ هل هم دول اللي كانوا في الصورة اللي فاتت؟ يعني هل هم دول هم الناس دي؟
هل الصورتين دول زي بعض؟ اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي هو نموذج واضح وصريح وتجسيد للإجرام الذي يمارسه عبد الفتاح السيسي والنظام العسكري ضد المرأة المصرية. حاولوا تشوفوا الصور تاني، دي عائشة خيرت الشاطر هي اللي في آخر الصورة، ودي هدى عبد المنعم. هل دول صورتهم قبل الاعتقال؟ إيه اللي حصل لهم في السجن؟ الناس دول عملوا فيهم إيه جوه السجن؟ دول شافوا إيه جوه السجن عشان تبقى صورهم بالشكل ده؟ مرة تانية اللي لسه عنده شك في إجرام النظام العسكري في مصر فلينظر ويدقق جيدا في وجه هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر قبل الاعتقال وبعد الاعتقال. وأترك لحضراتكم الحكم. نروح أو لسه في مصر لكن في موضوع تاني الحقيقة لا يقل بؤسا عن موضوع هدى عبد المنعم وخيرت الشاطر. عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي في شرم الشيخ اليوم. تفاصيل. قالت الرئاسة المصرية إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت التقى السيسي اليوم الاثنين. أضافت الرئاسة المصرية في بيان إن الهدف من الزيارة هو إجراء محادثات من المتوقع أن تتناول التسوية الإسرائيلية الفلسطينية والقضايا الثنائية، وذلك في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء الاحتلال لمصر منذ 10 سنوات. أتلقى بينيت دعوة من السيسي الشهر الماضي، ومن المقرر هما التقيا بالفعل في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر لشبه جزيرة سيناء. الصورة طبعا اللي حضراتكم شايفينها برضو على الشاشة فيها علم الكيان الإسرائيلي موجود في سيناء، سيناء اللي دفع فيها جنود مصريين دمائهم وسالت دماء مصرية طاهرة في حروبها ضد الكيان الإسرائيلي. عبد الفتاح السيسي طبعا أنا يعني مش من هواة نظرية اللي هو لابس كرافتة بلون العلم الإسرائيلي، الحقيقة مش بحب أدخل في القصص دي، لكن يعني وجب التنويه برضو، يا عم يلبس كرافتة حمراء، يعني البس كرافتة حمراء بأحد ألوان علم مصر، يعني انت ليه لابس كرافتة لونها سماوي لون النجمة بتاعت والخطين اللي في العلم الكيان الصهيوني؟ أنا مش بحب أدخل في القصة دي الحقيقة، بس هي ملاحظة كويسة الناس لاحظتها يعني وقالت لك الراجل بيحتفل بيهم وبتاع، لكن مش دي القضية. القضية الحقيقة انه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي موجود في سيناء بيستقبله عبد الفتاح السيسي بالابتسامة اللطيفة اللي احنا شفناها، وفي فيديو هو ماشي بيقدمه بيتكلم معه، مش عارف بيتكلم معه بأني لغة الحقيقة، السيسي ما بيعرفش انجليزي اصلا وما كانش في مترجم موجود، هل بيتكلم معه عبري؟ هل السيسي بيعرف عبري؟ انا ما اعرفش الحقيقة، لكن برضه هي ملاحظة الناس اتكلمت فيها، يعني هو الراجل بيكلمه بحميمية كده ازاي؟ السيسي احنا كلنا شفنا الانجليزي بتاعه عامل ازاي، يعني ما فيش حاجة ضايعة خالص، يعني الانجليزي كنا بناخده في ابتدائي لو جبت طفل هيتكلم احسن منه، انما الراجل ماشي معاه وبيتكلم وما شاء الله بربنت، يعني طب انت بتكلمه بأني لغة؟ هل بنت بيفهم عربي؟ جايز، او السيسي بيكلمه عبري برضو جايز. نروح لخبر ثالث معانا في تونس. اتحاد الشغل يقول من يريد حكم تونس عليه قراءة تاريخها جيدا. التفاصيل. انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي ما اعتبره تواتر إهدار الفرص من قبل الماسكين بالسلطة في البلاد، وحذر مما أسماه بالقرارات الانفعالية التي قال بأنها لا تقود إلى الطريق الصحيح. وقال الطبوبي مخاطبا الحاكم القائم على شؤون البلاد قائلا قدم رؤيتك لنحكم عليها إن كانت واضحة الأهداف ودون ضبابية، فنحن في الاتحاد لن نعارضها لأنه لا أحد لا يحب الخير لبلاده. وقال أنه من يريد أن يحكم تونس عليه أن يقرأ تاريخها جيدا، وتابع إذا سرتم في الخيار الوطني لن تجدوننا إلا جنودا في الصفوف الأمامية من أجل مناعة ومكانة لهذا الوطن، وإذا أردتم الانحراف عن مسار الدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية التي نتقاسم فيها الأعباء والخيرات فالمنظمة موجودة وهي معتادة على الأزمات ومعارك المضامينة للمعارك الواهية على حد تعبيره. يبدو أن قيس سعيد سيواجه عاصفة تونسية قادمة لا محالة. إلى الخبر الرابع معنا، إلى الأردن. حذف اسم فلسطين من خريطة بكتاب مدرسي يثير جدلا. التفاصيل. أثارت صورة تداولها مواطنون أردنيون لخريطة في منهج الجغرافيا للصف العاشر الأساسي جدلا واسعا في الشارع الأردني، كونها لم تدرج اسم فلسطين ضمن مجموعة الدول التي تحد الأردن من الجهات الأربع. عرضت الخريطة أسماء السعودية والعراق وسوريا ولبنان ولم تذكر اسم فلسطين، ما دفع مواطنين إلى اتهام وزارة التربية والتعليم الأردنية بتعمد ارتكاب هذا الخطأ الجسيم.
هذا الاتهام دفع وزارة التربية إلى إصدار بيان قالت فيه إن التعبير بكلمة حذف غير دقيق، وأكدت الوزارة عدم وجود نية لديها لتغييب اسم فلسطين، مضيفة أنها ستأخذ هذه الملحوظة بعين الاهتمام في الطبعات القادمة من الكتاب. الخبر الأخير معنا من الولايات المتحدة الأمريكية. استطلاع يظهر رغبة الجمهوريين في بقاء ترامب زعيما للحزب. التفاصيل. أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة CNN الأمريكية أن معظم الجمهوريين يريدون أن يظل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زعيما لحزبهم. وقال الاستطلاع أن الجمهوريين تباينت آراؤهم حول قوة ترامب كمرشح رئاسي مستقبلي، ويسلط الضوء على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري. ويرغب 63% من جمهوريين ومستقلين ذوي ميول جمهورية في أن يكون ترامب زعيما للحزب الجمهوري، لكنهم منقسمون بالتساوي حول ما إذا كانت عودته للانتخابات الرئاسية تكون ميزة لهم. وقال 51% منهم إن الجمهوريين لديهم فرصة أفضل لاستعادة الرئاسة إذا كان ترامب هو المرشح، بينما قال 49% إن الحزب سيكون في وضع أفضل مع مرشح آخر. نهاية هذه الساعة. إذن في الساعة الثانية نتحدث عن المغرب ما بعد الانتخابات البرلمانية، بعد الهزيمة المفاجئة ما مصير حزب العدالة والتنمية؟ تابعونا.